بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا اجعلنا مهيئين للدفاع عن حظ عن بيضة الإسلام يا حنان يا منان. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. وقلنا احنا نجدي اذا كان عندنا اسرى الاسر يكون محكم، اما ماش التراخي. شوف الكلاب الكرب في كل مناسبه وفي كل موقع هما في التراخي، ما دابوا ما جاتش فلوس بالله تلقى يخدم الخدمه كما اتفقت عليه. واذا كان عندك اسير ما لدود وفعل فما فعل في ماضيه ضد مصالح الامه، يشري بيختف واحد صهيوني يشري كربي ولا جماعة من الكرب باش يمنعوه من الأسر. والو ما جراو الكرب خاونة كبار، خانوا الله وما يخونوكش انتي، وخونوا الأمة اللي ردوها في غمة. لهذا زايد اللي مش يرجع مش ياكل على مرمته كيما يقول العامة. والسلام.